من كام يوم ظهر شاب اسباني على التيك توك على حسابه، ادعى ان هو سافر عبر الزمن لسنة 2027، ان هو كان في غيبوبة مستفاق، ولقى نفسه ان البشر اختفوا تماما، وان صور العديد من فيديوهات كتير جدا بتظهر فراغ الشوارع، محطات المترو، المحلات، البشر كانوا اختفوا تماما تماما او شبه تلاشوا يعني عموما. وكان هو بيقول يعني او بيدعي ان هو الناجي الوحيد، لكن فعليا او علميا في حالة اختفاء البشر زي ما بيقول الشاب ده اللي ادعى ان هو سافر عبر الزمن، بمجرد اختفاء البشر بعدها بعدة ساعات الأضواء في العالم كله عموما هتبدأ بالانغلاق. بالمناسبة يعني الدنيا كلها هتبدأ ان هي تظلم حرفيا، لأن أصلا المحطات اللي موجودة، المحطات الكهرباء اللي شغالة دي كلها بتكون شغالة بالوقود الأحفوري، لازم يكون في شخص يمول أو اللي هو يعمل سبورت للمحطات دي، شخص واحد على الأقل يعني، مش هقول أشخاص يعني. فاللي هتكون شغالة فعليا محطات الكهرومائية اللي هي بتعتمد زي مثلا على السدود أو الحاجات دي اللي ممكن فعلا تفضل شغالة، إنما فعليا أو علميا يعني ده مش صحيح. العالم كله هيدخل في ظلام 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 كامل يعني. وبعد يومين من اختفاء البشر معظم محطات قطرات الأنفاق والمترو هتتحول لأنهار حرفيا، هتغرق بالمياه بدون مبالغة، لأن المضخات اللي بتحميها من المياه الجوفية مش هتشتغل، مش هينفع تشتغل بدون ناس، مش هينفع تشتغل بدون عمال. وده بينفي فرضية الشاب في المترو، إن هو إلى جانب كمان إن الأضواء كانت شغالة، فده بينفي تماما فرضيته يعني. وبعد شهر من اختفاء البشر بالمناسبة هتتبخر مياه التبريد في محطات الطاقة النووية، وهتحصل انفجارات كبيرة جدا جدا يعني، والحيوانات، الملايين من الحيوانات هتموت بالسرطان. وبالمناسبة في أسبانيا لوحدها 5 محطات طاقة نووية و7 مفاعلات نووية، فمن المستحيل نجاة حد من حادث زي ده أو الانفجارات دي، لأن الانفجارات ديت بتوازي الانفجارات اللي حصلت في فوكوشيما في اليابان، مفاعل فوكوشيما، إلى جانب بتوازي كمان أو أسوأ كمان من اللي حصل في تشيرنوبل في أوكرانيا. تعريف الزمن تعريف صعب جدا، او صعب ان حد يعرفه بصراحة، لكن زي ما قال اينشتاين الزمن نسبي مش مطلق يعني. وعشان نقدر نسافر عبر الزمن لازم نوصل لسرعة الضوء. سرعة الضوء دي اللي هي 300,000 كيلو متر في الثانية. مين اللي قدر اصلا يوصل لربع السرعة دي؟ يمكن الصواريخ الفضائية وصلت مثلا لسرعة 49,000 كيلو متر او 50,000 كيلو متر، برضو ما وصلوش يعني. هما كانوا عملوا تجربة بالفعل في حتة السفر عن الزمن، نقدر ان احنا نوقف الزمن بالفعل يعني، وقت ما نقدر نوصل لسرعة الضوء ساعتها نقدر ان احنا نوقف الزمن بالفعل. لكن اي كلام عن ان احنا نسافر عبر الزمن في الوقت ده بدون ما نوصل لسرعة الضوء دي فهو محض هراء تماما تماما يعني. واللي قاله الشاب ده هو مجرد، اعتقد في رأيي الشخصي، هو دعاية يعني، دعاية الدولة نفسها. الدولة شالت قيود كورونا، دعاية للسياحة بمعنى أدق يعني، مش أكتر. بس هو يعني كرييتيف شوية. هو عموما الدول بتلجأ للناس اللي هو الإنفلونسر، مصر من ضمنهم حتى، بتلجأ للناس ديت بحيث إن هم يعملوا زي دعاية كده للدول، تقدر من خلالها إن هي يعني كنوع من أنواع جذب السياحة بس بشكل مبتكر شوية. بس يعني، إنما زي ما قلت أي كلام عن السفر في الزمن أو السفر للمستقبل أو الرجوع للماضي في الوقت الحالي مستحيل مستحيل على الإطلاق يعني. بس